دكتورة فردوس هاشم أحمد العلوي، أستاذ مساعد دكتور التخصص شريعة وإعلام إسلامي علوم قرآن، علوم إسلامية القرآن، لها 10 بحوث منشورة، فلتتفضل مشكورة في إلقاء بحثها. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أهنئكم بعيد الغدير الأغر، وأشكر الأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة متمثلة بالسيد الصافي حفظه الله، وأشكر جامعة العميد الفكرية والثقافية، وأشكر جامعة الكفيل على هذه الاستضافة الطيبة وهذا الملتقى الرائع، الملتقى العلمي والعقائدي والأدبي وكل ما تتطلبه الشريعة الإسلامية. بحثي، ورقة البحثية لهذا اليوم تحمل عنوان السبق والأولوية وأحقية إمامة علي عليه السلام في دلالة الآيات القرآنية الغدير أنموذجا. طبعاً بحكم اختصاصي في الدراسات القرآنية، عادة ما يكون البحث قرآني، ولا يعقل أن هذه الآيات القرآنية وهذا القرآن الكريم بأكمله، وهو الذي جاء بكل التشريعات السماوية، لا يحمل دلالة أحقية الإمام علي عليه السلام في هذا المنصب، وهو المنصب الإمامة. لذلك كان البحث يتضمن مقدمة تبين الإطار العام للموضوع، وتمهيد تضمن التعريفات، تعريف السبق وتعريف الأولوية في اللغة والإصطلاح، وتعريف قياس الأولوية عند المفسرين والأصوليين. وتضمن المبحث الأول حق السبق والأولوية من وجهة نظر تفسيرية، والذي أقصده بوجهة النظر التفسيرية ما تضمن الروايات التفسيرية الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، ووجهة نظر المفسرين في تفسير الآيات القرآنية التي تضمنت هذه الدلالات. أما المبحث الثاني فكان بعنوان الأسبقية والأولوية بين المادية والمعنوية، وسأذكر لكم أدلة وأمثلة على هذا العنوان. والمبحث الثالث تضمن الأولوية في الآيات الغديرية، والذي تضمن ملخصاً استعراضاً لخطبة النبي صلى الله عليه وآله لخطبة الغدير، وتطبيقات على الآيات التي نزلت يوم الغدير، وبيان دلالاتها عند المفسرين والدلالات المادية والمعنوية لإظهار حق السبق والأولوية لتسنم هذا المنصب الإلهي. وهذا أيضاً عنده طبعاً الآراء بالنسبة لآراء الآراء التفسيرية كانت من يعني كتب العامة وكتب الإمامية، وليست فقط كتب الإمامية، حتى يتبين أن هذا الاعتراف اعتراف من الفريقين. بداية نذهب إلى المعنى الأسبقية. معنى الأسبقية هو مصدر صناعي معناه الأقدمية أو التقدم في الزمان، أو الأولوية وتقدم على الآخرين في نيل الترقية والشرف. أما الأحقية فهي عبارة عن كون صاحبها أحق من جميع من عداه بالنسبة إلى جميع التصرفات. أما هناك مصطلح عند الأصوليين يعرفه أكيد أغلب السادة الحضور، يسمى بقياس الأولوية، ويسمى أيضاً بفحوى الخطاب، ويسمى أيضاً بالمسكوت عنه. هذا أيضاً تحدثت عنه في تفسير الآيات القرآنية، طبعاً بالأدلة اللغوية وبالأدلة العلمية. ففي المبحث الأول في دلالة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى أيضا والسابقون السابقون، فقد روي في قوله تعالى بين قوسين السابقون السابقون أنها نزلت في علي عليه السلام، وروى أحمد بن حنبل في مسنده في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون أنها نزلت أيضا في علي عليه السلام. وعن جابر الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا جابر إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ثلاثة أصناف، وهو قول الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فيقول فالسابقون هم رسل الله عليهم السلام وخاصة الله في خلقه،
جعل فيهم خمسة أرواح أيدهم بروح القدس فهم عرفوا به وأيدهم بروح الإيمان فبه خافوا الله عز وجل، وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله، وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته، إلى نهاية الرواية. ودليل آخر في قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقد سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أن أنزلها الله تعالى ذكره في الأنبياء وأوصيائهم، فأنا أفضل أنبياء الله ورسله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام وصيي أفضل الأوصياء. قالوا اللهم نعم. وكذلك قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فهو تقديم الله تعالى إياهم في البعث يوم القيامة، بيانه قوله تعالى: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. طبعا هذا ذكره الطبرسي في تفسيره. يتبين من ذلك أن ماذا؟ أن الذي يستحق السبق هو ماذا؟ هو الأقدم إلى عمل الشيء، الأقدم إلى فعل الشيء. يتسابقون يعني يسبق أحدهم الآخر في فعل هذا الشيء. والإمام علي عليه السلام هو الأسبق طبعا في كل شيء، في التصديق بالدين الإلهي، في التصديق برسالة الإسلام، في التصديق بكل شيء. وعليه فإن ما ذكره المفسرون من دلالات السبق كلها تبين التقدم وسبق الزماني في الخير والاستباق في اعتناق الدين الإسلامي دون سواهم. أما طبعا هذا كله باختصار، توجد أدلة يعني كثيرة عن الآيات القرآنية والدلالات القرآنية. المبحث الثاني فتضمن الأسبقية والأولوية بين المادية والمعنوية. يتضمن هذا المبحث التفريق بين الدلالتين المادية والمعنوية للسبق. فهنالك دلالة مادية للاستباق هو الحضور في المكان بإبكار، يعني الشخص يحضر في المكان مبكراً. أما الأولوية فهي تشمل المكانة، هذا الشخص له أولوية في هذا الشيء، أي له مكانة. فالسبق اختص بالقضايا المادية، طبعاً ليس في كل الحالات، يعني لا نستطيع أن نجزم أن القرآن كله تضمن في كل الحالات، لأنه قد تكون هناك دلالات سياقية ودلالات لغوية ودلالات بلاغية أخرى. لكن الأغلب أن القرآن الكريم ذكر السبق في القضايا المادية وذكر الأولوية في القضايا المعنوية، في حين يرى آخرون أن الاستباق يتحقق عندما نتخلى عن عالم المادة. هذا رأي آخر لبعض الفلاسفة، يقولون حتى الاستباق يتضمن قضايا مادية وهو بذلك استباق معنوي، ويتحقق الاستباق في السير عن عوالم المادة. طبعا هذا الرأي رأي المصطفوي، الحسن المصطفوي، في التحقيق في كلمات القرآن. ثم أن هناك فرقا بين المسابقة والمسارعة، ففي قوله تعالى في سورة الحديد، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي مورد آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فمرة ذكر المسابقة ومرة ذكر المسارعة. فالفرق بين الدلالتين أن المسابقة هي بداية اللحوق بالشيء، بداية اللحوق بالشيء. أما المسارعة فتأتي بمنتصف هذه الفترة، يعني بداية يبدأ السباق وبعدها يسرع من يقوم بهذا السباق. لذلك مرة قال وسابقوا، كأنه بداية أولية أو مرحلة أولية للسباق، ومرة قال وسارعوا على اعتبار أنهم بدأوا بهذا السباق فليتنافسوا في هذا الشيء بالمسارعة. حقيقة السبق، هناك فرق بين دلالتي السبق والاستباق، إذ إن أحدها مقدمة لحدوث الفعل والأخرى هي القيام بحدوث الفعل. ويتأتى هذا الفرق من دلالة قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالأول هو المقدمة للدخول في السباق، والثاني هو المشاركة في السباق. وكذلك قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، فهو حكم إرشادي يقصد به السبق لذاته وليس للتغالب. عادة ما تكون الدلالات القرآنية أو الاستعمال القرآني، الكل يعرف أكيد أنتم علماء وأساتذة أجلاء، أن الاستعمال القرآني أو الآية القرآنية حتى لو ذكرت في نفس الحروف ونفس الحركات ونفس البناء، ولكنها تختلف اختلافا في المعاني والدلالات على اعتبار الدلالة السياقية والدلالات الأخرى. دكتورة بعد فقط المبحث الثالث قياس الأولوية في الآيات الغديرية. ذكرنا أن هناك فحوى خطاب
فحوى الخطاب، وهو أكيد تعرفونه جميعاً أنه الآية القرآنية لا تتحدث عن الكلمة التي وردت في السياق، يعني ليس هذا هو الدليل الغائي الذي يريده السياق، وإنما يريد ما بعد هذه الآية، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فليس المقصود هي كلمة أف نفسها، وإنما ما بعد هذه الكلمة أو العقوق الوالدين التي تأتي بابتداء هذه الكلمة، لذلك هذا يسمى فحوى خطاب. وكذلك الآيات القرآنية الأخرى بعضها يشير إلى قضية وليس المراد هو هذه القضية، وإنما ما بعد هذه القضية أو الدلالات المختبئة ما بعد هذه القضية. فمنها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذه الآية يقول العلماء والمفسرون أنه ليس الغرض هو يعني إعلان الرسول صلى الله عليه وآله بأن الدين اكتمل، وليس الغرض هو ماذا، بيان أنه الدين تم. هل هو أن الدين انتهى في هذه اللحظة وانتهى؟ الدين مستمر، الدين عقيدة والعقيدة مستمرة، فليس المقصود أنه اكتمل الدين، وإنما يكتمل بولاية علي عليه السلام من له الأسبقية والأحقية. طبعا هذا انتزعته من دلالة الفرق بين الكمال والتمام، لكن لضيق الوقت لا أستطيع الشرح الفرق بين الدلالتين، بعضها يقصد به تتمة وبعضها الآخر يقول لا تتمة، وهناك أيضا فرق بين آراء المفسرين ذكرتها هنا. خاتمة البحث في نهاية نتائج البحث، طبعاً على عجالة يعني أدلة كثيرة. في خاتمة البحث تبين أولاً أن للقياس جنبتين، أحدهما الجنبة المادية التي تعنى بالمقادير والأخرى المعنوية التي تعنى بالمقارنة بين الأحكام. ثانياً إن المقصود بالأسبقية هم الثلة السابقة إلى التصديق بالدين السماوي سواء كان الدين الإسلامي أم غيره، فهم نالوا رتبة الأسبقية في التصديق وبذلك فهم أفضل من غيرهم في الرتبة والمنزلة والشرف. ثالثاً إن الأولوية تختص بمكانة الشيء ومنزلته لقربه من الصواب والحقيقة، إذن قضية معنوية، أو لكونه عين الصواب والحقيقة ذاتها، فهو بذلك أجدر من غيره. رابعاً إن هناك تضارباً في معنى الكمال والتمام من حيث الأجزاء، فبعض يميل إلى أن الكمال هو لتتمة الأجزاء من النقص، ويرى آخرون أن الكمال هو إتمام لنقص العوارض الخارجية، في حين يرى غيرهم أن التمام كذلك وهكذا، وعلى اعتبار الآراء وكل له دليل وكل الأدلة موجودة في البحث. خامساً يتبين لنا من خلال دلالة روايات الفريقين أن الأمر المهم الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله تبليغه للناس هو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام لمنصب الإمامة، وكان هو الأولى بالتخصيص لعظم مكانته وعظم الموقف الذي أعلن فيه في تنصيبه. سادساً إن فحوى خطاب آية التبليغ المسكوت عنه في الآية هو تعيين الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وهو الأحق بالتقديم وله السبق في الإسلام والأولوية في المكانة، وبدلالة آراء الفريقين وبمرأة ومسمع جميع الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً دكتورة. الله يسلمك. أخوان نفتح باب المناقشة إذا أكو كانت هناك مداخلة أو مناقشة. سماحة السيد تفضلي دكتور. سماحة السيد السلام عليكم. السلام ورحمه الله عزيزتي دكتور. شكرا لكم دكتور. الله يسلمك حبيبتي، انتوا الاروع. اكيد لم تستطيع ان تقدمي ما موجود في المعلومات. اكيد ادله كثيره لغويه وقرانيه. الله يسلمك. ذكرتي في اطار كلامك ان المسارعه تكون اثناء عمليه السباق، يعني الاستباق يسبق المسارعه. ما هل استدليتي على دليل قراني ام لغوي ام عقلي؟ نعم. هناك أدلة طبعا لغوية وهناك أدلة قرآنية. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم تختلف عن سابقوا. سابقوا كانت يعني سياق الآية يتحدث عن بداية البعثة، والمسارعة في فترة ما بعد ذلك. سمعت ذلك. نعم. فهل دائما في القرآن تأتي المسارعة أثناء عملية السباق؟ ذكرت أنه لا يمكن أن نجزم أن كل الآيات القرآنية تتحدث عن نفس الدلالة، لأنه هناك فرق في السياق وهناك فرق في الأدلة وهناك في محل نفسه في السباق المسارعة. في السباق حسب ما بحثته. نعم. حسب ما توصلت له. نعم. ألا تأتي المسارعة تسبق السباق؟ سارعوا إلى السباق. نعم. ألا يمكن أن يكون هذا أنا أسارع بالدخول في عملية السباق؟ ألا يمكن أن يكون هذا هو أحد الدلالات؟ عفواً دكتوري، بحسب الأدلة اللغوية المسارعة هي ما يعني
مرحلة ثانية. لا أعترض دائما في القرآن على الأدلة اللغوية، وإنما نعم. أنت قلتي السياق. السياق نعم، حسب السياق أيضا. نعم. تكون دائما أغلب من الدليل اللغوي. أكيد نحن نتحدث عن استعمال قرآني، والاستعمال القرآني بحسب الأدلة التي جمعتها هي تتحدث عن ماذا؟ عن أن المسارعة ما بعد الاستباق، ما بعد بداية السباق. هو أيضا قلت بحسب الأدلة التي جمعتها، ولكن المسارعة إلى السباق والدلالة نعم. إلى نعم. نعم تفيد انتهاء الغاية، الحصول على تلك نعم. الغاية نعم. ليس دائما المسارعة هي أحسنت. سارعوا إلى تفيد الانتهاء الغاية، يعني كأنه السباق قد بدأ، لأنه إلى تفيد انتهاء الغاية. أحسنت، شكرا جزيلا عزيزي دكتور. أستاذ ماجد السيد، سماحة السيد. أحسنت جناب الدكتور كثيرا. أحسن الله لكم سيدنا الجليل. الله يحفظكم. بالنسبة إلى كفتي في قياس الأولوية للقهوة والفطور. نعم. أحب أن أنبه إلى مسألة. نعم. بالنسبة إلى قياس الأولوية، إحنا عندنا موضوع وعندنا حكم. نعم. قياس الأولوية ليس أن عندي الموضوع إلى موضوع آخر. نعم. وإنما القضية في تسلية الحكم. نعم. بمعنى استشهدت بالآية الشريفة ولا تقل لهم ما أفر. نعم. هذه الآية الشريفة قطع القرآن الكريم يريد أن يمتنع الشخص عن أن يقول بأبويه أفر، يعني مقدار الأف بنفس المقصود من القرآن. نعم، يعني أقل تقدير. نعم. ثم بعد ذلك إذا انتقلنا إلى شيء أكثر من الأف، هذا نستفيد منه قياس الأولوية بشرط أن يكون قياسا قطعيا. نعم. القطع هو الذي يكون حجة، بمعنى ضرب الأبوين إذا كان القرآن لا يقبل بالأف وهي مرتبة أقل، قطعا لا يقبل الضرب وهي مرتبة أعلى. نعم. فالقياس في الحكم تطبيق على أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه موضوع النبي صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين نحتاج إلى مقدمة قبلا إذا كان الغرض من جنابك الاستشهاد بقياس الأولوية. وهذا في كلام. نحتاج إلى شيء قبل ذلك، لا بد أن تؤسسي أصلا، وهو أن النبي هو نفس أمير المؤمنين. حتى لا يتعدد الموضوع إذا كان الغرض منه، لأن أنا بصراحة بسرعة كلامي لن أستوضح ربط هذا الموضوع بما نريد. نعم. يعني لم يكن عندي الموضوع بشكل واضح، وهذا ممكن تبين. النقطة الثانية، ذكرتي جنابك ما يتعلق بالكمال والتمام من الآية الشريفة. نعم. هذا أيضا نحتاج أن يؤسس شيء قبله. نعم. بناء على وجود الترادف في اللغة. نعم. يمكن أن يتعلق أو يتحرك كمان التمام بناء على وجود الترادف. نعم. ولذلك بعض المفسرين يفسر الكمال بالتمام والتمام بالكلام. هذا المبني على أنه وجود ترادف في اللغة. نعم. أما إذا نفينا ترادف في اللغة، قلنا لا يوجد ترادف في اللغة، فبعض المحتملات اللي ذكرتها ستكون ساقطة من البحث. نعم. بناء على أن الكمال له معنى والتمام له معنى آخر. ثم نفتش سواء كان في جذور اللغة اللي أو غيره اللي بدأ في متابعة جذور الكلمة، ثم بعد ذلك ما معنى الكمال وما معنى التمام. نعم. بناء على عدم وجود الترادف. نعم. فنضطر أن نفسر الكمال بشيء ونفسر التمام بشيء آخر. شكرا جزيلا سماحة السيد. سيدنا الجليل، يعني أغلب ما ذكرتموه موجود، لكن بالبداية كمقدمة أبينها هذا ما موجود، وإن شاء الله أضيفه للبحث. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أستاذ لا دكتورة العفو، أكو بعد مداخلات دكتورة. تفضلي دكتورة. تفضل دكتور. شكرا جزيلا للباحث. والحقيقة نحن دائما في كل بحث نبحث عن التطبيق. نعم. وما تفضل به سماحة السيد. نعم. فدى الباحثة التي سبقتك. نعم. هو ذكر الصورة أو ذكر التطبيقات. نعم. فأه
الشيء الذي جمل بحثه فيه هو موضوع التطبيقات. وأيضا الفروق اللغوية مهمة جدا. نعم ذكرتها لكن لضيق الوقت لم أذكرها على السامعين. نعم أريد أن موضوع الفروق اللغوية كما تعلمين وأنت متخصصة أكد عليه المؤلف ويسميه بعض الباحثين أو المؤلفون بالتهنق القرآني. يعني أنت جئتي إلى كلمة إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عنده متاعنا فأكل. نعم. قال نستبق ولم يقل نتسابق. نتسابق نعم. وقال أكل ولم يقل افترس. نعم. وكذلك في مسألة الكمال الأجتماعي ذكرها السيد. نعم. هنا موضوع الفرق اللغوية جدا مهم. هذه نقطة. النقطة الثانية الدكتورة ذكرتي ولا تقل لهما أفا. نعم. القرآن الكريم يسخر فيما يسمى المعنى ومعنى المعنى. معنى. يعني أن تعقل قال الجرجان أن تعقل أن المعنى معنى وهو ما نسميه معنى الظل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عضوك ولا تبسطها للبسط. ما معقول إحنا أكيد نعم ليس المراد هذه الحركة وإنما المراد ما بعد هذه الحركة. طبعا هذه النظرية هي عربية أصيلة لكنها أخذت وغلفت لقال الجديد استلم العالم السويسري للمودي سويسري عباس على الجانب. نعم. بس هي نظريتنا فهذه بضاعتنا ردت إلينا بصورة أخرى. نعم. أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا دكتور. عفوا فقط أرد أن أجيب عن قضية أنه لا يكاد يخلو أي بحث من بحوثي عن الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري لأنه هذا العمل يجب أن يكون دقيقا لأنه قضية القرآن الكريم واستعمالات القرآن الكريم يجب أن يعني تكون هناك دقة في الاستعمالات اللغوية. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد العلي السفيري من فرنسا. أهلا وسهلا دكتور. أنا قدمت طروح الدكتوراه في 2000 في جامعة بوردو بعنوان علي بن أبي طالب إمام وخليفة. في هذا العمل في فرنسا اللي عملته 5 سنوات وجدت احنا خاصة الشيعة نقع في خطأ كبير. أخذنا النبوة والإمامة كحدث تاريخي. يعني كأنما التاريخ هو الذي جيء بعلي وهو الذي جيء بالنبي محمد. يعني مثلا الغدير ولذلك نقول الأسبقية هو أفضل من الغير كأحداث تاريخية. لكن السؤال الذي وضعته في البحث هل النبوة والإمامة إمامة علي هي التي جاءت بالأحداث أم الأحداث هي التي جاءت به حتى نلتفت نقول إيه هو يستحق؟ فإذا أخذنا القرآن الكريم كمصدر الوحيد ليش؟ لأن القرآن الكريم ليس صياغة لغوية من بشر ولذلك أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السيرة النبوية والأحاديث النبوية والتجربة الدينية الإسلامية ما هي إلا ميسرة ومفسرة للقرآن وليس مثل التوراة والإنجيل هي كتبوها بشر. فإذا لأن القرآن الكريم ينتمي إلى عالم الأمر وليس إلى عالم الخلق ينتمي إلى عالم الغيب وليس إلى عالم الشهادة. النبوة والإمامة استخدمت في هذا البحث استخدمت منهج الجينولوجيا وهو علم المنشأ والفينومولوجيا وهو علم الظواهر. فوجدت المنشأ النبوة والإمامة هي الدعاء الذي دعانا إبراهيم عليه السلام ربي وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم. من هذا الدعاء هي أصبحت حقيقة لكن حتى ظهور هذه الحقيقة احتاجت 3000 عام وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. القرآن الكريم كل القرآن يبين لنا أن الحقيقة سبقت الوجود ولا يوجد
هم الله سبحانه وتعالى ما ترك السماء علاقة السماء بالأرض، أما يبعث رسول أو وضع كتاب أو نبي، وإذا ما وجود نبي أما أوصياء أو أولياء أو أسباط أو حواريين أو أئمة. فالرسول هنا لو أخذنا بأن النبوة والإمامة هي التي جاءت بالأحداث، إذا ما هو كان دور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو لإبلاغ العرب بهذا المشروع الإلهي، انتقلت النبوة والإمامة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى يوم الدين، وهذا الإعلان بدأ من يوم الدار. هو أول يوم يوم عيد الغدير ثلاث، يوم الدار وابن عشيرتك الأقربين وفي غدير، وكان الغدير هو عبارة عن إعلان محلي للإمامة التأكيد وليس تأسيس، مثل ما سأل هذا السؤال السيد الأمين العتبة العباسية نفوذي. والإعلان الأخير العالمي وهي المباهلة، نساءنا ونساءكم، أبناءنا وأبناءكم، نفوسنا ونساءكم، هو الإعلان العالمي للإمامة. شكرا جزيلا دكتور، شكرا على التوضيح. أخوان نكتفي بهذا القدر من المداخلات ضيق الوقت. شكرا جزيلا دكتور.